البداية من البداية. أداء جميل، أداء مميز مشاهدينا، ونلحق بالمقدمة ونوافي الإخوة المشاهدين في كل مكان هذه التفاصيل لهذه الانطلاق. المركز الأول هناك الديجور مملوك لسعيد بن بخيت بن ناصر العامري، هذا اللي ينطلق بالنوبي، نعم شعار جميل للقاية. بينما أرى من الجانب الآخر، الجانب الآخر أرى شعار الغزال إذا صح التعبير، نعم، الذي يتدخل في هذه اللحظات شاهين، نعم، ساعد بن سويد بن قران المنصوري، بالفعل هو شعار الغزال الذي بشهيد العزاء أدى أداء جميل في هذا الميدان. المركز القادم هو المركز الثالث الطاقي مملوك لخليفة بن سالم بن محمد الدرعي، وصل واحتل المركز الثالث. بينما من وصل من الجانب التوني، التدخلات لا محالة من البداية هي الجاهزة، وهي أيضا العانية بقوة لخطف المراكز الأولى. المركز الرابع شاهين مملوك لسالم بن محمد، هناك اللي قادم بالشرقي العفاري الذي وصل في هذه اللحظات، الشريق العفاري الذي وصل في هذه اللحظات. بينما المركز الخامس وهناك القدوم، هناك الأداء من سلهود مملوك لعبد الله بن سعيد بن مبارك المنصوري، سادس المراكز تدخل في الأداء وتدخل في هذا الجو الجميل. مستحيل وصل لعلي بن عبيد بن معدن الاكتبي، يتدخل بقوة. في المركز الثامن، المركز التاسع وصول قدوم، تقدم من قبل هنا وصول من مشاكل لسعيد بن سلطان بن خميس العويسي من عمق الميدان. أرى التقدم اللي قادم وأرى المنافسة المشتعلة من البداية. هناك وصل مشاهدي الأعزاء مذيار لسهيل بن عبيد بن محمد بن عبيد العامري، يتدخل في هذا الأداء وهذه المراكز وهذا الشوط وهذا النداء الأول. خلونا نعود المقدمة، نعود المركز الأول، الأداء في الصدارة من البداية. الديجور الاسم الجميل هو في مقدمة هذا الشوط، سعيد بن بخيت بن ناصر العامري، شعار بالنوبي، هو من يتقدم، هو من ينطلق. المركز الثاني التقط للمركز الثاني، التقط الهواري. وخلونا أيضا نحن بدورنا نتابع مع الشعار الأزرق الذي تدخل من العمق تماما وأخذ موقع جميل، هو موقع الصدارة. الله، شوفوا المركز، هناك عز الطلب منصور بن محمد بن عنود، قادم بن عنود، تدخل من العمق من المركز الحادي عشر الى الصدارة مباشرة. هذا ما يدل على قوة هذا ايضا مشاهد العزة القعود. ولكن شوفوا اللي قادم، شوف اللي بدأ ينطلق. الله، مذيار بدأ ينطلق، وسهيل بن عبيد بن محمد العامري، الله يا سلام، بدأ ينطلق الى الصدارة. ناخذ الثالث الذي وصل بقوة، الثالث اللي بدأ ينطلق بقوة، وصول قدوم من قبل درب لعلي بن راشد بن حمد بالعامري الاكتبي. الله، شوفوا الأداء، وصل في المركز الثالث درب، والمركز الرابع هذا هو موجود من البداية في صلب المعمعة والمنافسة شاهين لمساعد بن سويد بن قران المنصوري. ولكن من يتدخل في هذه اللحظات، وصول وقدوم من قبل مبلش لمحمد بن بخيت بن عمر المنصوري، يتدخل بقوة في المركز الرابع والخامس، ووصول آخر من قبل هداد لعلي بن حمد بن خويد العامري. خلونا مع الصدارة انطلق ويقادر، ركز درب. الله، شوف الانطلاق، شوف الأداء، وشوف السيطرة على البداية من البداية. الله، هو مهيض بالرغم 27 ناصر بن سليم بالصغير الوهيبي، فاجأنا وانتقل الوهيبي. تهانينا لناصر بن سليم بالصغير الوهيبي بفوز مهيض. والمركز الثاني وصول وقدوم من مبلش في المركز الثاني لمحمد بن بخيت بن عمر المنصوري، والمركز الثالث
المركز الثالث مشاهدينا، من وصل المركز الثالث هو كذلك حمد من سالم بن حمد بن مبخوت العامري. والمركز الرابع، المركز الرابع درب لعلي بن راشد بن حمد بالعامري بالعامري الكتبي. والمركز الخامس، المركز الخامس الوصول والقدوم من شاهين لسعيد بن ناصر بن سليمان الرشيدي. هذا هو كان الأداء الذي وصل في المركز الأول حتى المركز الخامس في هذا الشوط الذي انتهى منذ لحظات. وهذه البطولة الوثبة الثالثة لسباقات الهجن، والمخرج الهواري يوضح كل صغيرة وكبيرة مشاهدينا من خلال هذه الشاشة الجميلة التي تزينها بالفعل هذه اللقطات الجميلة مع أبوظبي الرياضية. وساعات وصول المركز الأول كما ذكرنا، تهانينا 6 دقائق 7 ثواني وجزءا واحد من الثانية. تهانينا ناصر بن سليم بالصغير الوهيبي بهذا الفوز الجميل. المركز الثاني الذي وصل المركز الثاني كان أداء أيضا مميز، 6 دقائق 8 ثواني وجزئين من الثانية. تهانينا لمالك مبلش محمد بن بخيت بن عمر المنصوري. المركز الثالث، المركز الثالث كان أيضا حلة ب6 دقائق 10 ثواني وفاء وتماما. نهني مشاهد الأعزاء مالك هيمان حمد بن سالم بن حمد بن مبخوت العامري، والناموس لجميع الفائزين.